مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفنا في حلقة جديدة من برنامج مرايتي. حلقتنا النهاردة خاصة جدا جدا للشباب والبنات. في مشاكل كتير بتواجه الشباب والبنات، وبتحس ان ما فيش راحة نفسية، وعلى طول مش حابين ينزلوا من البيت، او ما بينزلوا بيستخدموا حاجات كتير عشان يداري العيوب اللي في وشهم. مشاكل حبوب الشباب، مشاكل التصبغات، مشاكل الندبات، كل ده هنحله معانا النهارده مع الدكتور اللي منورنا النهارده ومشرفنا، واكيد هتستفيدوا في حلقه النهارده. دكتور هيثم شرف، اهلا بيك. مساء الخير، اهلا وسهلا بيكي واهلا بالمشاهدين كلهم. منورنا. وجودك طبعا. يا دكتور، انت عارف طبعا مشكله حبوب الشباب بتظهر للاطفال وللسن المراهقه وللكبار، صح كده؟ طبعا. طيب اتكلمنا بقى ازاي نفرق ما بين الحبوب، يعني هل ايه اسبابها اصلا اللي بيخلي الحبوب تظهر في الوش؟ بص، يعني اسباب حبوب الشباب، البدايه الاول تقال ان في ستيمولات معين او حاجه معينه بتحفز الغده الدهنيه انها تبدا تغير نظامها، بمعنى ان الغده الدهنيه تبقى حاجه عامله زي البالونه. برضو لو ممكن نشوف الصوره تبقى واضحه اكتر. استاذنكم تنزلوا الصور اللي معانا، اول صوره بتبقى عامله زي البالونه بالظبط. البالونه ديت ليها جدار وليها ضغط بتوصل الدهون لبره وبتعمل لها تهويه. لما الغده دي تتعرض لاسترس او لاختلاف ارتباك هرموني او تغيير في اسلوب الاكل او اسلوب المعيشه او انفايرومنتال من الجو او التراب او كده، بتبدا الغده تزود افرازها وبيحصل تغيير في نوع الافراز نفسه. تمام، ده واضح عندنا في الصوره الاولى. هي الصور لسه هتظهر معانا. أوكي. تمام. طيب خلينا نتكلم، في ناس حاطه في دماغها ان الحبوب خطوات. بتظهر لحبوب حبوب الشباب بس او سن المراهقه اللي هو بيبدا مثلا من 16 18. انت قلت لي لا، قبل كده كمان ممكن يكون قبل السن ده في حبوب بتظهر، ده بسبب زي ما انت حضرتك شرحت دلوقتي. لا، هو قصة ان حبوب الشباب هي اطلق عليها اسم حبوب الشباب لان هو منتشر جدا في فترة المراهقة من سن 14 سنة لغاية سن 20 25 سنة. تمام. حاليا في انواع كتير جدا من حبوب الشباب تانية. في الانفانتايل اكني، دي بتظهر ممكن طفل اول لما يتولد وفي مرحلة لغاية سنتين. في ليت انديوس اكني، دي حبوب بتظهر في مرحلة 35 سنة 40 سنة. انا كان عندي عيانه امبارح عندها 41 سنه وعند جايه بتشتكي من حبوب شباب، استغربت جدا. يعني بقول لها حبوب شباب، قالت لي ازاي، انا عمري حصلت طلعت لي قبل كده. حبوب شباب متقلية الحدوث غالبا بتظهر لحاله ما جالهاش حبوب شباب في فتره المراهقه. الاماكن المنتشره قوي للحبوب بيبقى الوش، الكتف، الظهر، الصدر من فوق. تمام. اول صوره معانا اهي. اتفضل، استاذنك تبص. تمام. شايفها؟ شايفها يعني. تمام. طيب دي حبوب، يعني اعتقد في المرحله الاخيره الوش متدمر. بالظبط. يعني هو دلوقتي حبوب الشباب هي فيها ليها ثلاث مراحل، المرحله البسيطه او المتوسطه او الكبيره. تمام. دي كده اكبر مرحله. زي ما احنا شايفين، يعني هو يمكن الحاله دي فيها الثلاث انواع. البسيطه هنلاقيها في مكان الرقبه وتحت الودن شويه، هي عباره عن بذور صغيره سوداء او بذور بيضاء. تمام. مهم قوي ان اول لما تظهر البذور السوداء او البيضاء ما نصبرش عليها لغايه لما تضخم لغايه ما شفنا في وسط الخد. تمام. دي اشرح لنا الصوره دي معناها ايه؟ تمام. دي الغده نفسها، يعني اول صوره فوق على الشمال دي شكل الغده. تمام. لما بتتعرض لتغيير هرموني او تغيير او ستريس بتبدا الافرازات نفسها تزيد في الكم ونوعيه الافراز بيتغير. اوكي. بنخش بعدها على المرحله الثانيه، الصوره اللي فوق. هنلاقي ان الافراز بدا يتكور ويقفل الغده. تمام. احنا اتفقنا الغده دي عامله زي البالونه، فانا كده قفلت الفتحه بتاعت البالونه ديت. ده بينتج عنه ان مفيش تهويه داخله جوه. كميه الدهون بتبدا تزيد تدريجيا. تمام. الصوره الثالثه بنلاقي ان كميه الدهون زادت جدا وابتدى الميكروبات او البكتيريا تظهر بقى على الوش، تعيش جوه الدهون دي. فبتبدا تتكاثر جوه تدريجيا تتكاثر جوه تدريجيا. الجهاز المناعي بيحاول يحارب الميكروب ده. وبينتج عنه ان هو بيفرقع البالونه زي الصوره الاخرانيه خالص. تمام. يعني اصلا الموضوع بياخد وقت، عشان في ناس بتقول انا بشرتي ما كانش فيها حاجه ومره واحده بدا يظهر الحبوب وبدا يظهر مشاكل كتير. لا، هي احنا في مراحل بتمشي عليها لحد عقبال ما تظهر اصلا على الوش. هي دي نتيجه ان الحبوب ظهرت عندها واهملتها في الاول او اخذت علاج مش مناسب بالنسبه لها. الصوره اللي بعدها، يعني ممكن اول صوره.
استأذنكم تنزلوا الصورة اللي بعدها. الصورة دي اول صورة دي هي دي المرحلة البسيطة اللي هي اول مرحلة خالص، دي المرحلة البسيطة اللي هو بدأت تلاقي في وشها فبدأت تلجأ للطبيب، اللي هي البذور السوداء. البذور السوداء دي اسبابها ايه يا دكتور؟ ما دي نتيجة اللي هي لما كنا بنتكلم في الصورة الاولانية اللي هي التغيير اللي داخل الغدة نفسها، ان الغدة بدأت تكون افراز والغدة من المخرج بتاعها من فوق بدأت تسد. تمام. في الاول بتبقى بذور سوداء، بتكون الغدة لسه مفتوحة، وانس انها تسد البذور دي تتحول لحاجه اسمها بذور بيضاء. تمام. المرحله دي المرحله ديت اللي هو بدا يحصل التهاب، اللي هو دلوقتي الدهون دي زادت وبدا يتكون فيها البكتيريا اللي بدات تتكاثر جوه، فهنلاقي ان بيظهر في الوش خارجيا حبوب لونها حمراء لسه حجمها صغير. تمام. المرحله اللي بعدها اللي هي بتبدا الدهون تزيد، البكتيريا بتتكاثر بسرعه جدا وجهاز المناعه يبدا يحاربها. في حبوب كمان بتظهر بيكون فيها زي مده بيضاء، دي بيكون ايه سببها او هل دي في انهي مرحله؟ هي دي المرحله الثالثه. المرحله الثالثه. المرحله الثالثه اللي هو جهاز المناعه بدا يحارب البكتيريا ديت ويكون صديد داخل الحبايه. في المرحله دي بتنقل الحبايه مرحله بقى حجمها مش ملي و2 ملي. ممكن توصل لنص سنتي سنتي او اكثر من سنتي. فبتلاقي ان الحبوب عملت زي كلاكيع كبيره في الوش. تمام. ودي مشكلتها الرئيسية ان هي بتسيب بعدها اثار، خاصة طبعا لو البنت او الولد بيحاولوا يفضوها، ايفن حتى في المرحلة الاولانية خالص، المرحلة الاولانية البذور السوداء دي اكبر مشكلة. عايزة اتوجه نصيحة للبنات او للشباب، اي حد بيطلع له حبوب في وشه ما ينفعش ان هو يبدا يلعب فيها ولازم يتوجه لطبيب مختص. ده مهم جدا، ده مهم جدا. انا بقول لك السبب الرئيسي في تكوين الاثار او الندبات اللي ممكن تقعد مع البنت العمر كله هي ان اول لما بتظهر حبايه صغيره، طب انا نازله وشكلها مش حلو فابدا افضيها. بالظبط كده. بتفضيها لحظيا بتلاقي ان الدهون طلعت وهي كده ارتاحت. هل الاسباب ظهور الحبوب دي ممكن مثلا يكون استخدام مثلا حد او البنات بتستخدم منتجات تجميل غلط، اكل الشيبسيهات والشوكولاتات والكلام ده كله ولا ايه؟ بصي مش هنقول ان ده سبب، بس ده عامل محفز، بمعنى ان لو هي مبدئيا عندها استعداد ان يظهر لها حبوب وفي حبوب بسيطة، التعرض للميك اب كتير بيزود الحبوب، التعرض للشمس والإضاءة بيزود الحبوب. بالنسبة لموضوع الأكل، في مدارس يعني المدارس الأمريكية والأوروبية مختلفين مع بعض فيها. في اللي بيقول إن الأكل بيزود، وفي اللي بيقول الأكل ملوش علاقة بالحبوب. فأنا وجهة نظري إن إحنا على حسب الحالة نفسها، والله العيان ده لاحظ إن هو في أكل بياكله بيزود الحبوب بيحاول يقلله شوية. بس موضوع الليسته الكبيره الممنوع ممنوع 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 اصل على طول يقول لك ايه، الشوكليت والشيبسي دول اهم اتنين بيزودوا الحبوب. انا شفت اللي هو مكتوب عليها الاول، ممنوع السمك، ممنوع البيض، ممنوع النطس، اي مكسرات، كل حاجه ممنوعه، هنعيش على الميه بس. يعني لا، يعني معظم المدارس بتقول لا، الاكل ملوش علاقه مباشره بالحبوب، وان كانت بتزودها عند بعض الناس، فبالتالي مش هنمنع الناس كلها من ان هي تاكل. اكيد طبعا. ولكن الشخص اللي عنده الحبوب بتزيد مع اكل معين، ده اللي بنقدر نوقفه. تمام. طيب خلينا بقى ننتقل للمرحله الثانيه، بعد ما الحبوب ظهرت وفي ناس استعملت لها منتجات غير مناسبه او لعبوا فعلا فيها زي ما انت قلت، بيبدا يظهر مشاكل ثانيه، مشاكل التصبغات، مشاكل الندبات، الندبات اللي هي الحفر، الوش بيبقى محفر. بالظبط. إيه عايزين بقى، هل الموضوع ده ليه نتيجة أو ليه حل سريع ولا بناخد عليه فترة طويلة، وإيه هي الحلول؟ بص يعني مشاكل الجلدية بصفة عامة ما نقدرش نقول إنها ليها حل سريع، يعني زي ما المرض قعد سنين يكون ما ينفعش إن أنا أعالجه في أسبوع. تمام. وأنا بوجه الموضوع ده بالنسبة للعرايس. فعلا بيجوا قبل الفرح بشهر. لا بتقول لي أنا بقالي شهر. أنا لسه بدري على الفرح. ما فيش حاجة اسمها كده، يعني عشان نقدر نوصل لعلاج كامل 100% اكيد بنحتاج وقت. طيب خلينا بقى نتكلم عن الطرق العلاجيه. تمام. نمسك مشكله مشكله والطرق العلاجيه بتاعتها وازاي بنحلها وبتاخد وقت قد ايه عشان يبقى الموضوع بالتفصيل. اول حاجه حبوب الشباب العاديه زي ما احنا شفناها الثلاث مراحل، حضرتك بالزبط. بتبدا في مراحل العلاج بتبدا ازاي؟ بص هو مبدئيا على حسب الحاله وعلى حسب يعني مبدئيا المرحله بتاعتها ونوعيه الجلد. بمعنى ان العلاج اللي مناسب مثلا بالنسبه لحضرتك مش هيكون مناسب لاختك ولا حتى مناسب ليك انت في فتره زمنيه ثانيه. فاحنا بنشوف العلاج المناسب ايه، بمعنى ان مثلا لو المشكله الرئيسيه في ان الغده مسدوده من بره، فبالتالي العلاج هدفه ان انا افتح الغده دي. لو المشكله الرئيسيه في ارتباك هرموني
الحل مش ان انا اعالج الحبوب، الحل ان انا اعالج السبب، ان انا اعالج التهاب الهرموني اللي بيحصل. زي مثلا تكاثرات المبايض، تكاثرات المبايض من الاسباب، من الحاجات الاسباب الرئيسيه في حبوب الشباب، بتبقى موجوده على الستات كتير بسبب حبوب، بسبب تساقط في البشره، تساقط في الشعر، بتسبب ارتباك في الدوره الشهريه، ممكن يطلع شعر زياده في الجسم وهكذا. المشاكل دي كلها بتتحل براس بسيطه تاخدها صبح وليل او مره واحده في اليوم وتروح. فالمشكله العلاج الرئيسي ان احنا نعالج السبب. يعني حضرتك معنى كلامك ان ما ينفعش ان اي بنوته او اي شاب يطلع له حبوب ينزل من الصيدليه يجيب اي كريم يحطه على وشه، لازم تشخص الاول اصلا الحبوب دي طلعت لك ليه. دي كارثه. لا في ناس كتير بتعمل كده. كتير جدا. بمناسبه الموضوع ده، في ناس بتستعمل كريمات وصيدله دايما بيوصفوها ان كريم بيقشر البشره تقشير بسيط علشان الحبوب دي تروح. فعلا وهو فعلا علاج لحبوب الشباب. بس قصا بيبقى ليه احتياطات، بيبقى ليه طريقه استخدام، ما ينفعش ان انا استخدمه مع نفسي، ما ينفعش حتى استخدمه لفتره طويله. ممكن لو استخدم لفتره طويله او بعدم ادراك يسبب مشاكل اكتر. لا دول غالبا بيقول لي في اول اسبوع، بيقول لي في اول اسبوع ان انا وشي كان كويس ووشي التهب وظهر فيه حاجات غريبه بعد اسبوع من استخدام الكريم ده. فهي القصه ان احنا كل بشره ليها علاج مناسب ليها، وكل مرحله من لو كنا حبوب الشباب كل مرحله منها بيكون ليها العلاج اللي عالجها. علاج الحبوب مش معنى ان انا اخد علاج وشي يروق خلال اسبوعين وبعد 3 4 شهور ترجع لي تاني. لا معروف طبعا من العلاجات اكتر علاجات بتاخد فتره، علاج البشره والشعر. والاهم ممكن تاخد فتره قصيره برضه، بس هو الاهم ان هي ما ترجعش تاني. يعني الاهم ان انا اخد علاج. احنا هنعرف بقى ده منك اكيد، انت مش هتدخل علينا بحاجه زي كده. طبعا. طيب خلينا نتكلم بقى عن التقنيات الحديثه اللي هي بتعالج كل المشاكل دي. اول تقنيه التقشير الكيميائي. ايه هو التقشير الكيميائي؟ بص، هي تقشير كيميائي من اسمه، هو عباره عن ان انا بحط ماده كيميائيه على الجلد بهدف ان هو يقشرها وبالتالي يشيل طبقه خارجيه. تمام. هدف التقشير الرئيسي ان هو يسرع من عمليه تجديد الخلايا. احنا الخلايا البشره من الخلايا هي بتتجدد بصوره دوريه. فانا لما بقشر طبقه خارجيه بحفز الجسم ان هو يكون خلايا جديده، فبالتالي بيخلص الجلد من الخلايا الميته. تمام. بيخلص الطبقه ديت من جميع مشاكلها بقى. يعني لو في تصبغات فانا شلت الطبقه ديت وبالتالي شلت تصبغات الموضه فيها. لو في نتوءات، لو في حبوب بسيطه، لو في كلف، لو في نمش، لو وهكذا. هل بالنسبه للنمش، عشان في ناس بتقول ان هو النمش ده حاجه بيدولتوا بيها، يعني ممكن البشره اصلا يبقى فيها نمش؟ لا، في ناس بعد فتره من الزمن بيظهر في وشها نمش، ده برضو نتيجه عدم عنايه، ولا النمش بيظهر بسبب ايه؟ لا، هو النمش يعني رقم واحد هو اسهال في البشره، ان في بشره معينه معرضه لتكوين النمش مع التعرض للضوء او للشمس. فبالتالي مهم جدا ان احنا بعد لما قدر بقى ان احنا نقلله او نشيله خالص. يعني في يعني ممكن فعلا يتشال خالص، ممكن يتشال خالص، وممكن في بنات بتبقى عايزه عندها نمش بسيط. فنقدر نتحكم في الدرجه اللي احنا عايزينها، يعني نقلله او ان احنا نشيله خالص. تمام. وبالنسبه للحفر اللي موجوده في البشره، طبعا بتخلي حتى الميك اب مش بيقدر يداريها، هل دي برضو ليها علاج عن طريق التقشير الكيميائي ولا لا؟ هي التقشير الكيميائي ليه دور كبير جدا في الندبات، بس الاول يعني دلوقتي النمش احنا عالجنا البشره. البنت ديت ظهر لها نمش نتيجه التعرض للاضاءه والشمس، وبالتالي بعد لما نوصل للمرحله اللي احنا عايزينها مطلوب ان احنا نحافظ عليها بان احنا نستعمل واقي الشمس بصفه منتظمه علشان ما يرجعش يتكون تاني. طب قول لي بس الاول بناخد كام جلسه، يعني كام جلسه عشان اقدر اوصل ان انا بشرتي تبقى صافيه زي اي بنوته ونفسها تفرح ووشها ما يكونش في اي مشكله؟ بص حاجه، هو التقشير الكيميائي المواد بتاعته مختلفه. يعني في ليه مواد كتير جدا، في تقشير سطحي، في تقشير متوسط، في تقشير عميق. طبعا على حسب الحاله بنشوف ايه الحاجه المناسبه بالنسبه لها، وحتى على حسب ظروف الشخص. يعني لو مثلا واحده بتطلع في التلفزيون بصوره دوريه، عندها مؤتمرات، مش هيناسب بالنسبه لها ان يبان عليها ان هي مقشره، بنستعمل تقشير سطحي وبناخد فتره اطول. تمام. لو طبعا كل ما بنستعمل تقشير اكثر عمقا كل ما عدد الجلسات بيقل. لو قلنا متوسط الجلسات بيكون مثلا من 2 لـ4 جلسات بالنسبه للتقشير المتوسط او العميق، من 6 لـ10 جلسات بالنسبه للتقشير السطحي. ده على حسب الحاله وعلى حسب ظروف الشخص نفسه. هل بعد ما بتوقف الجلسات ممكن بعد فتره زمنيه المشكله ترجع تاني؟
لا يعني مستحيل لو التزمنا بالتعليمات اللي هي بقى واللي 1 2 3 علاج السبب. علاج السبب يعني دلوقتي لو المشكله الرئيسيه في التعرض للشمس فانا محتاج ان انا انتظم على صن بلوك. لو المشكله الرئيسيه في ان البشره جافه مهم جدا ان احنا نشرب ميه كافيه يوميا، نستعمل مرطبات للبشره تمام وهكذا. فمهم ان احنا حلينا المشكله نبدا بس نتابع حتى لو معدل كل 6 شهور كل سنه عشان بس المشكله ما ترجعش تكرر تاني ونبدا من الاول. تمام. في ناس بتبقى مقلقه، انت زي ما انت قلت لي انت بتشتغل على طبقات الجلد بيتم الازاله. تمام. تمام. في ناس اول ما بتشوف وشها محمر وبدا يقشر بتبدا ينتبه حاله الخوف، بتبقى خايفه هو ده فعلا علاج ولا ايه؟ انت ازاي بتقدر تشرح لهم الموضوع ده؟ لان لازم الحاله لازم تفهم كويس قوي الخطوات كلها. يعني لو اتكلمنا على تقشير كيميائي، اول مرحله انها بتحس ان هي مش عارفه تضحك قوي، او ان زي في حاجه خشنه فوق وشها وهي بتتحرك وبتتكلم او تضحك. تمام. بعد كده بيبدا الوش في اليوم الثاني او الثالث يغمق. دي مش الصبغات، دي طبقه الجلد الميته اللي احنا بنتخلص منها بتتشال. بتبدا بعد كده تقشر. مهم قوي في مرحله التقشير ان هي ما تمسكش القشره وتشدها، ان هي تسيبها تنزل لوحدها. تمام. بنستعمل كريمات مرطبه علشان تساعد ان القشره تنزل بالراحه من غير ما تحس بيها. طبعا الكلام ده مين لي على التقشير العميق والتقشير المتوسط. تمام. التقشير البسيط هي ما بتشوفش قشره عشان تقدر تشدها او كده، بتبقى مجرد فروله بسيطه بتنزل ما بتاخدش بالها منها انها تنزل مع كريم ميلي. مهم قوي برضو ان احنا ما نتعرضش للحراره، لان الطبقه الخارجيه دي بتبقى عايز الحراره بتحمي الجلد من الحراره، فممنوع مثلا الساونا، ممنوع الستيم. هل برضو ما ينفعش تحط ميك اب في الفتره اللي هي بتتعالج فيها؟ مش هنقول ما ينفعش، بس يعني ما يفضلش. ما يفضلش طبعا، وخاصه لو ميك اب نوع جديد مثلا ما ينفعش، ان هي مش عارفه الرياكشن بتاع الجسم بتاعه. وفي نفس الوقت يعني الافضل انه لا. طيب خلينا بقى نتكلم عن الليزر. هل في فرق ما بين الليزر وما بين التقشير الكيميائي؟ بص، هو بالنسبه للليزر هو في انواع كتير جدا من الليزر. يعني في حاجه اسمها كروموفوب. كروموفوب دي الماده اللي بتمتص شعاع الليزر، فكل ليزر بيبقى ليه كروموفوب بتاعه. بمعنى مثلا لو الكروموفوب بتاع الليزر ده الشعرايه، فهو هيشتغل على الشعرايه عشان يزيل الشعر. تمام. في نوع ليزر تاني الكروموفوب بتاعه تصبغات، فاقدر اعالج بيه التصبغات بتاعه البشره. في ليزر تاني الكروموفوب بتاعه الدم، فده بنستعمله في علاج الدوالي وهكذا. الحاجه القريبه قوي للتقشير هيبقى الفراكشنال سي او 2 ليزر. ده الليزر بيبقى الكروموفوب بتاعه الميه، فاول ميه بيقابلها هو بيبقى جلد. فبالتالي هو بيشيل طبقات الجلد زي بالظبط ما انا هحط ماده كيميائيه عشان اشيل الطبقات الميته. بعد استعمل شويه الليزر عشان يشيل الطبقات دي. تمام. طيب خلينا نرجع تاني لموضوع التقشير. حضرتك كنت قلت لي ان التقشير بيساعد على ازاله التجاعيد او بيخفف التجاعيد. يعني هو التقشير لما اتعمل ما اتعملش عشان يعالج التجاعيد. بس هم لاحظوا ان هم الناس اللي بتعمل تقشير التجاعيد بتاعتها بتقل، فبداوا يدرسوا الموضوع. لقوا ان التجاعيد السطحيه بتروح تماما بالتقشير الكيميائي، التجاعيد العميقه شويه بتقل بالتقشير الكيميائي، بس بعد كده للاسف بنحتاج نستعمل لها بوتوكس او حاجه عشان تشيل التجاعيد دي خالص. هل ممكن الناس تستخدمه كوسيله لازاله التجاعيد فقط، ولا هو بيساعد ضمن وانت بتهيئ البشره او بتعالج البشره؟ لا يعني انا في ناس بتجيلي كل سنه في الشتاء بيحبوا، يعني طبعا التقشير الكيميائي والليزر بيفضل في الشتاء بس ممكن يستعملوا في اي وقت في السنه عشان تعرض للشمس. ففي ناس لا بتفضل ان هي كل شتاء تعمل جلستين تقشير علشان تخلص الجلد من خلايا ميته. طيب ومناسبه ان احنا في الشتاء بقى، في ايه العروض اللي حضرتك بتقدمها؟ والله لا انا عامل اوفرز كتير الفتره ديت بمناسبه ميلاد السنتر بتاعي. على جميع الحاجات والله، يعني فوق العشر عروض. اصل الناس الموضوع ده بيبقى التكلفه بتاعته عاليه جدا، فعايزين نطمنهم عشان يجوا كده وقلبهم مرتاح. لا بس فعلا السنتر الاسعار يعني مناسبه جدا بالنسبه للمواد اللي بنستعملها، عشان احنا طبعا احنا بنحاول نستعمل احسن ماده عشان العيان يوصل احسن نتيجه. وده الاسعار يعني مناسبه جدا، ويعني بالنسبه للتقشير احنا عامل عليه 50% اوف، بيبقى كلام فارغ. ميرسي يا دكتور، بجد نورتنا جدا، واكيد كل اللي بيشوفنا استفاد، واي حد حابب يتواصل مع الدكتور عن طريق الارقام اللي كانت ظاهره معانا طول الشاشه، وصدقني مش هيبخل عليكم باي حاجه حتى لو استشاره. نورتنا يا دكتور، حابب تضيف حاجه قبل ما نختم حلقتنا؟ لا لو
انا مبسوط جدا طبعا بالقعده معاكي اكيد احنا ومع مبسوطين الجمهور، بوجودك طبعا، وشرفت القناة والبرنامج. واتمنى ان نكون استفدنا من الحلقه، و اكيد طبعا باذن الله. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باذن باي. الله، نورتنا. ميرسي. وبكده تكون خلصت حلقتنا، استنونا الاسبوع الجاي في حلقه جديده من برنامج مرايتي. والجميع.